أمسيكم في بلد وضع الإنسانية هدفا وأصبح مركزا لها، بلد طافع للخير طبيعة، وأصبحت المؤسسات الخيرية سفيرة له، بلد طاقة الإبداع فيه لا تنتهي حتى أصبح الفن الجميل نمط لحياتي. ليل الكويت غدا يضيء فؤادي، فأمرت نفسي أن تعافى رقادي، ودع الرؤى ولتتركيها ليلة، ما أجمل الرؤيا لدى الأعياد، بلد توشح بالضياء كقبلة، فكأنه البدر الجميل الشادي حل المساء على البلاد جميعه، إلا الكويت الصبح فيها غادي. طبعا وراء كل فريق مثابر ومتعاون مثل اللي شفناه في قائد يشيل الحمل كله، هو الشخص اللي يحث ويرفع معايير الفريق كامل. فرحبوا وياي رئيس النادي الكويتي في جامعة ولاية بنسلفانيا بندر ناصر فدغوش الهاجري. بداية باسمي وباسم أعضاء النادي الكويتي في جامعة ولاية بنسلفانيا أرحب بكم ضيوفنا الكرام، وأشكركم جميعا على تكبد العناء لتشريفنا في حفلنا هذا، كما أتقدم بجزيل الشكر لضيوفنا من خارج الولايات المتحدة الأمريكية والذين حرصوا على مشاركتنا في حفلنا هذا، فلهم ولكم جميعا جزيل الشكر وعظيم الامتنان. الكويتي بحب داره يدرس له أجيال، إن بغيت وصادق العلم أخذ مني العلوم، في ذر الله ثم ذر اللي موقف مثقال، الصباح اللي كرمه مثل دهم الغيوم. شباب النادي الكويتي سيعرضون لكم عمل فني يسلط الضوء على أهم الأحداث اللي مرت على الكويت. ما طول عليكم، خلينا نشوفه وياك. بس ها من نلقى ذاك المكان الزين صيد اللولو، ننزل الإشراع ونقط السن، هني تبلش الساعة. كانت تشرح وضع الناس في ذاك الوقت بس بطريقه فكاهيه. اقعد اقعد طالعها معاي. يلا يلا تموت 7 و8 كان قبوط 9. العقل سيدي انا كاتب بسم الله 30 تاريخ يا فيهم. انت مو شفرك يعني تضع عليك وعلى اللي عينك. والحين وصلنا حق الفقرة الجميلة للإخوان أطياب المرشود، راح يقدمها أخوي وصديقي الجميل خلقا وخلقا علي بدر النصير. معنى كلمة يراعة، معنى كلمة يراعة إيه؟ الجرأة بالشكل المو حلو. ممتاز. الفترة الجاية مع الحاصل على جائزة أفضل مصمم خدع وأفضل عرض خدع بصرية كوميدي بالشرق الأوسط، مصمم ومؤدي الخدع البصرية عبد الوهاب الفيلشاوي. تذكر لما قلت ابي 5 دولار 5 دولار من يعطيني 5 دولار، تدري ايش اللي يميز كل 5 دولار عن اي 5 دولار ثانيه؟ سيريال نمبر. سيريال نمبر. ممكن تفتح ال 5 دولار مالتك وتقول لنا كم السيريال نمبر مالته؟ صوت عالي.
2 7 7 5 2 3 2 2 شكرا للنادي الكويتي على الدعوة الجميلة، شكرا لرعاة الحفل، كنت وياكم اخوكم ناصر القوعان هاجري.